أول صوي معاكم البيتفور. البيتفور عاد أسهل منه ما فيه، مكوناته بسيطة وطريقته سهلة وما ياخذ وقت، كله على بعضه يمكن ما ياخذ منك حتى أقل من نص ساعة. أنتي مخلصته وجاهز عندك. عندي زبدة بحرارة الغرفة وعليها سكر بودرة، وراح أضربها أخفقها بالخفاق الكهرباء هذا العجانة لحد ما تصير عندي بيضة. راح أستخدم هذه الأداة خافك الزبدة. نشوف هنا عندي الزبدة انخفقت وصار لونها أبيض زي ما تشوفون، نكشط الجوانب كلها ننزلها ونضيف عليها المواد الثانية. شايفين كيف فتح لونها وصارت كذا كذا منفوشة كأنها كريمة. ودحين راح ننزل عليها المكونات الثانية اللي عندي، وهي كمان مكونات بسيطة. عندي حبة بيضة وعندي صفار بيضة، صفار بس استخدينه يعطيها طراوة أكثر، وأكيد مع البيض نحتاج فانيليا. هذه المكونات وراح نخفقها. وزي ما تشوفون انخفق عندي البيض مع الزبدة والسكر وصار كأنه كريمة خفيف وهش زي ما تشوفون. ودحين راح انزل عليه المكون الاخير اللي هو الدقيق، ما يحتاج بيكنج بودر، ما فيها بيكنج بودر يا بنات. وعجن على خفيف بس تمتزج، الدقيق يختفي كده خلاص نوقف عجن. وهذه عجينتي زي ما تشوفون خلصت، نقلتها في طاسة ثانية وقوامها ناعم وتعتبر يعني لينة نوعا ما. تقدرين تشكلينها بيدك، تقدرين تشكلينها بقمع بالمكبس، نوع كثير للتشكيل، لكن شكليها على طول وخبزيها ما تحتاج. ونسوي بتفور الشوكولاتة كمان نفس الطريقة اللي قبل سويتها معاكم في البتفور العادي الأبيض، زبدة وسكر لينة نخفقها، ونفس الطريقة ونفس المقادير ومجرد الدقيق. عند الدقيق هنا ناخذ منه ملعقتين، نشيل منه ملعقتين دقيق ونعوضها بملعقتين كاكاو بودرة. هذا الفرق الوحيد فينا، ولا نفس الخطوات ونفس العجينة. مرة العجينة اللي دحين سويتها معاكم حقت البتور الأبيض الفانيليا، بس نحط عليه كاكاو بودرة بدل الدقيق اللي أخذناه منه. ونفس الطريقة بعد من خفقة الزبدة عندي والسكر زي ما تشوفون، نكشطها وننزل عليها بيض وحبة بيضة وصفار صفار بيضة واحدة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة سهلة 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 يا بنات، مرة ما تاخذ منكم وقت، ما عندك وقت تسوي بتفور، بيطلع لك لذيذ وهش، وحتى في الفرن ما ياخذ وقت زي ما قلت لكم، ممكن نص ساعة مع التصوير على نص ساعة، انتم اسرع كمان. وهذه عجينتي خلصت. ومن مميزات البيتفور انك تسوينه تعجنين واخبزي على طول، شكلي واخبزي، لا تخلين العجينة تطول راح تيبس معك وتخرب. هذا قوامها، وراح احطها في القمع ولا في المكبس ولا فرديها ولا في اي طريقة تسوينها سهلة باي شكل تبين تشكلينها. عندي هذه العجينتين حقتي البيضة والشوكولاتة وراح اشكلها. حطيت جزء منها في القمع زي ما تشوفون، والجزء الثاني راح اسويه في المكبس وبتشوفونه كمان.
نقول بسم الله ونبدأ الجوزية. الجوزية كمان سهلة مثلها مثل الحلويات الباقي. عندي هنا زبدة بحرارة الغرفة وسكر بودرة، راح أخفقها بالمضرب هذا لحد ما تصير عندي الزبدة لونها فاتح، لونها أبيض، تطلع لونها زي الكرامة كده، وراح أخفقها وأرجع لكم ونشوف الخطوة اللي بعدها. نجي هنا لباقي المكونات. عندي هنا دقيق مع نشا، بيكنج باودر شيء بسيط، وذرة حر مع بيض، وأكيد مع البيض فانيليا. راح نخفض الزبدة بعدين راح نضيف عليها الإضافات هذه. وكذا خفقنا الزبدة، لو واضح لكم لونها قبل ولونها دحين كيف لونها صار أبيض فاتح، فرق عنها في البداية. نكشطها من جميع العجانة زي كذا، نشيل اللي في العجانة في الأطراف، ودحين ننزل عليها البيض والفانيليا. راح أنزل لكم كل المكونات بالأخير مكتوبة. هذه ملعقة صغيرة فانيليا وحبتين بيض، ونرجع نخفقها مرة ثانية لحد ما ينفش البيض وتصير كريمية، ونرجع نضيف عليها الدقيق. وهذه بعد ما خفقنا البيض مع الزبدة والسكر، شايفين كيف نفشت وصارت بيضة. الحين راح ننزل عليها المكونات الناشفة، وهي زي ما قلت لكم قبل الدقيق ونشا وبيكنج باودر وذرة ملح. راح انزلها وخلط خفيف بالعجانة، ولو بيدك كذا بس تمزجين المواد مع بعض كمان يكفي، يعني ما نبغى لها عجن كثير، لو عجنتيها كثير بتقسى معك. احنا نبغاها ترفة وهشة اكثر شيء، يعني ما راح نكثر عجن، بس لفتين بالعجانة تختلط مع بعض. وراح أوقف، وهذه عجينتي وجهزت. زي ما تشوفون مقاديرها سهلة وطريقتها سهلة، وهذه هي العجينة لينة خفيفة زي ما تشوفون، ولا تلزق في اليد، وهي خفيفة ولينة، شايفين كيف. والحين راح أشكلها، راح أول شيء أقسمها كور، وأسخن جهاز الجوزية وأخبزها. أرجع لكم أكورها وأرجع لكم تشوفون. هذا جهاز الجوزية للي ما يعرفونه، جهاز حق التستر حق السندويشتات، ينباع بكل مكان دحين، متوفر بكل مكان تحصلونه. شوفوا فيه 25 حبة، يعني تطلع لك وكل ثنتين تجي على بعض لدين بالأخير 25، لأني راح أسوي دفعتين وتطلع لي 25 حبة. سهلة وسريعة. بس دحين أكور الكرات، العجينة قسمها الكرات صغيرة، وأسخن الآلة حق الجهاز، لازم يتسخن قبل نستخدمه. وبكذا كورت عجينتي زي ما تشوفون، حباتها قد بعض، على قد ما أقدر سويتها قد بعض. سخنت الجهاز حق الجوزية وراح أخبزها فيه دحين ونشوف النتيجة. ما راح تاخذ دقايق في الجهاز. أول ما تشوفين ولعة اللمبة فيه، ونفك كذا دقيقة وفكي، شوفوا كيف لونه ذهبي وجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. سويت كمية عندي وراح أحشاها بعدين معاكم وأزينها بإذن الله. سهلة وسريعة ولذيذة، كل الحلويات العربية تعتبر ما في أسهل منها، يعني